سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تسجيل الدخول في اليوتيوب. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على اليوتيوب خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث على اليوتيوب خاص بكم فيظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم ليوتيوب. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك.